بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقة شوط الختام، ختام هذه الأمسية التراثية الجميلة التي دارت على مدى 20 شوطا خصصت لسن الحقائق لشعارات أبناء القبائل. مشاهدينا متابعينا الكرام، ينطلق هذا الشوط الذي يحمل لنا في طيات الحقائق الأبكار نسير مع هذه الأسماء والشعارات الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط مباشرة مع المركز الأول مع الصدارة. أول الأسماء المفتتحة للنداء والإذاعة هنا البداية والمركز الأول مع شموخ جابر بن سالم بن جبران، من يقدم لنا شموخ بتحدياته المميزة والكبيرة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني أتابع التقدم والوصول في هذه اللحظات مع ثاني المراكز. هنا من تصل وتتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام، الوصول القدوم من فلك مشاهدينا الكرام القادمة بشعر طالب بن طالب بن جار الله بن عقيل القادمة مع المركز الثاني والمركز الثالث، قدوم ووصول من الجازي راشد بن عوض بن حمد بن حلفان المري، من يقدم لنا شعاره، بينما الدخول والوصول من جبارة علي بن سعد بن جابر النابت المري بدأ يقدم لنا انطلاقة شعاره مع المركز الرابع والمركز الخامس. أرى الوصول والتقدم في هذه اللحظات مع اللي قادمة في هذه اللحظات، هنا الوصول والقدوم مشاهدينا الكرام من هامة سالم بن جار الله بن مسلم آل نابت المري. هكذا هي الأسماء المتقدمة الأولى في هذه الانطلاقة المميزة والكبيرة مع انطلاقة شوط الختام، ختام هذه الأمسية مشاهدينا متابعين الكرام. العودة هناك مع الصدارة مع المركز الأول شموخ، من تقود الأسماء بتحديات رائعة وكبيرة بشعار البطل جابر بن سالم بن جبران، من يقدم لنا شموخ في هذه اللحظات، بينما المركز الثاني يتابع القدوم والوصول مع ثاني الأسماء. هنا القادمة جبارة علي بن سعد بن جابر النابت المري مع ثاني المراكز، والمركز الثالث القدوم والوصول لهذه اللحظات من فلك طالب بن طالب بن جار الله بن عقيل مع المركز الثالث، ولكن دخول في هذه اللحظات من قبل الدانة ناصر بن مبارك من راشد الحباب الهاجري بدأ يقدم لنا تحديات الدانة مع المركز الثالث والمركز الرابع، وصول وتقدم في هذه اللحظات مع رابع المراكز. شوف القدوم وصلت هنا خيرة فهيد بن سالم بن علي الأنقح المري القادم والمنطلق مع أخيرة مع المركز الرابع والمركز الخامس. هنا القدوم من العاصفة سالم بن حمد بن علي بن هران المري القادم والمنطلق مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء، هكذا هي التحديات إذن مشاهدينا متابعين الكرام، ولكن عودة مع بن جبران وتحدياته المميزة والكبيرة هناك مع البداية مع الصدارة شموخ مع البداية جابر بن سالم بن جبران، من يقدم لنا هذه الانطلاقة والاندفاعة المميزة والكبيرة مع شموخ هناك مع البداية وصدارة هذا الشوط، بينما ثاني الأسماء جبارة علي بن سعد بن جابر آل نابت المري مع ثاني المراكز، والمركز الثالث القادم أخيرة فهيد بن سالم بن علي الأنقح القادم والمنطلق مع المركز الثالث المركز الرابع. هنا من تصل جبارة واللي قادمة في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام قادمة مع المركز الرابع، تصل في هذه اللحظات تتقدم ايضا هنا القادمه وهاجه حمد بن سالم بن مبخوث ال حنيتم، والمركز الخامس وصل شعار بن قطامي مقدما لنا الذيبه هذه بن سالم بن محمد ال فهيده المري، بينما الدخول والوصول من ثمينه محمد بن من الدوده بن سويد العامري يصل ليقدم لنا شعاره مع خامس المراكز، ولكن عوده مع البدايه العوده مع الصداره مع بن جبران. ما شاء الله بدا يباعد، بدا ياخذ فارق ما بينه وبين بقيه الاسماء مع المركز الأول شموخ هناك مع الصدارة تتصدر الجميع مع بداية هذه الانطلاقة المميزة والكبيرة. جابر بن سالم بن جبران يقدم لنا هذا الأداء المميز والكبير، يبحث عن سابع النقاط في هذا المساء مشاهدينا متابعينا الكرام، يحضر بحضور الكبار مقدم لنا شموخ، بينما المركز الثاني وتابع التقدم والوصول من اللي قادم مع ثاني التحديات ثمينة محمد بن الدودة بن سويد العامري القادم، و
وأيضا وصوله تحرك في هذه اللحظات من شعار بن قطامي، ولكن هنا بن جبران مع شموخ، شموخ مع الأمتار الأخيرة، ولكن قادم هنا الذيبة، قادم أراع الذيبة في هذه اللحظات، هادي بن سالم بن محمد آل فهيدة بن قطامي ولا العامري من الجانب الآخر، قادم في هذه اللحظات مع ثمينة محمد بن الدودة بن سويد بن مبارك العامري. شوط الختام، إلى أين سيتجه مشاهدينا متابعينا الكرام مع الأمتار الأخيرة؟ السلامات إلى أهالي دولة الإمارات العربية المتحدة، خصيصا أهالي العين، سلام وتحية واحترام، أسعد الله صباحه مساك العامري على هذا الفوز والانتصار. محمد بن الدودة بن سويد بن مبارك العامري يخطف شوط الختام في هذه الأمسية التراثية الجميلة، تهانينا والناموس مشكور يا العامري على هذا الأداء المميز والكبير، تهانينا والناموس لمالك ثمينة على هذا الفوز والانتصار. محمد بن الدودة بن سويد بن مبارك العامري هنيئا لك الفوز والانتصار. المركز الثاني كان الوصول والقدوم مشاهدينا الكرام من وهاج الحمد بن سالم بن مبخوت آل حنيتم، والمركز الثالث، المركز الثالث وصلت الذيبة لهادي بن سالم بن محمد آل فهيدة المري، والمركز الرابع كان الوصول أيضا والقدوم من خير الفهيد بن سالم بن علي الأنقح، والمركز الخامس وصلت مع المركز الخامس شموخ لجابر بن سالم بن جبران. هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا هذا الشوط، ولكن حضر العامري بحضور الكبار ليخطف الناموس والانتصار ويغادر بالسلامات من أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية إلى أهالي دولة الإمارات وخصيصا أهالي مدينة العين. أسعد الله مساكم على هذا الفوز والانتصار، مشكور يا العامري. 6:19 90 جزءا من الثانية، تهاني والناموس لمحمد بن الدودة بن سويد بن مبارك العامري على هذا الفوز والانتصار. بينما ثاني الأسماء كان الحضور المميز والكبير مع المركز الثاني مشاهدينا الكرام، وصلت هنا وحاجة، توقيت الزمن 6:22 60 جزءا من الثانية، تهاني والناموس لحمد بن سالم بن مبخوت آل حنيتم. بينما المركز الثالث كان الوصول والقدوم مشاهدينا الكرام من الذيبة هادي بن سالم بن محمد آل فهيدة المري، 6:22 88 جزءا من الثانية، تهانينا والناموس لجميع الفائزين، وحظنا أوفر لمن لم يحالفهم الحظ. هكذا مشاهدينا